أهلا بكم في إختار كارت. هل هو ندمان؟ ما بماذا يفكر؟ أو هل يفكر فيكم؟ هل أخذ القرار في الرجوع؟ هل هو زعلان على غيابكم أو على بعدكم أو بعده عنكم؟ هنشوف تفاصيل العلاقة ما بينكم وانتم في البعد كده. بيفكر في إيه؟ شايفكم إزاي؟ هنشوف حيثيات التفكير بتاعه أو حياته، تهكير العقل الباطن للحبيب. هيكون الاختيار طبعا حسب أول حرف من اسم الحبيب، مجموعة أولى: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زين سين شين صاد، أو الهاتف الأبيض ده هنحطه هنا عشان يكون على مرأى الجميع. مجموعة ثانية: ما تبقى من الأحرف: ظ ط ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو وياء، أو اللي اختاروا البيضة البلورية دي أو البيضوية دي، وردية أو بنية. نحطها على حدة ونبدأ على بركة الله زي ما عودناكم مع أصحاب المجموعة الأولى. نشوف طاقة الحبيب ده، طاقتكم أنتم، دقيقة من فضلكم. نشوف طاقتكم أنتم، طاقة الحبيب ده، طاقة العلاقة عاملة إزاي، وبعدين ندخل في لب الموضوع. يلا أصحاب المجموعة الأولى، طاقتكم هي الأولى اللي خرجت أهي. طاقة الحبيب فين؟ دايما مستخبي، مستخبيين، هاربين، مكسوفين، مالكوا يا رجالة وفي إيه؟ يلا طاقة الحبيب أهي. بصوا كده، طاقتكم انتم هنا، طاقة الحبيب هنا، طاقتكم انتم هنا دلوقتي. للبعض منكم عايشين في علاقة، البعض منكم لسه انتم مع بعض لكن منفصلين، يعني اما متجوزين كل واحد ينام في اوضه لوحده، يا اما انتم متباعدين هو في بلد وانتم في بلد، يعني لسه متجوزين او لسه مرتبطين لكن مفيش تواصل او وضوح فيما يخص مستقبل العلاقة. وانتم هنا دلوقتي عاوزين الاستقرار، او تخرجوا بالفكرة الرئيسية، او يعني تجاوبوا على السؤال اللي انتم بتطرحوه على نفسكم: اللي جاي هيكون ازاي؟ هل هيكون في تصالح؟ هل هيكون في تطور الى الاحسن؟ هل هيتغير؟ هل المشكله اللي اتخصمتم عشانها مؤخرا هتتحل؟ هل انتم لو كنتم منفصلين بقالكم مده، هل الانسان ده ندمان وهيرجع؟ انتم دلوقتي في حاله تساؤلات، ومش قادرين تعملوا خطوه في حياتكم من غير ما تلقوا اجابه او اجوبه على تساؤلاتكم دي كلها، لانه في امور حاسينها عندكم، حدث حاسين بأمور لكن ما عندكمش الإثباتات في إيدكم. تمام؟ تمام. الطرف الثاني هنا الحبيب. الحبيب هنا دلوقتي عاوز ينسى الانفصال اللي حصل ما بينكم. إزاي ينساه؟ عاوز ينساه بعلاقة جديدة. وغالبا هو دلوقتي يعني العلاقة الجديدة دي مش علاقة يعني مستقرة، لا. الحبيب ده بيعيش قصص يعني des histoires sans lendemain، يعني يرتبط بعلاقات مع ستات او ترتبط في علاقه مع رجاله عشان تنسي نفسها يعني المشاكل اللي حصلت ما بينكم اخر مره، او الانفصال ده اللي كان ما بينكم. يعني بيدخل في علاقه مع ست مثلا، اذا كنت انت ست بتتفرجي على هذا الفيديو وده حبيبك، احنا بنشوف طاقته. مثلا هو بيتعرف بواحده، يتكلم معها كده، لما يزهق منها يشوف واحدة تانية، بعدين التانية خلاص يزهق منها يشوف ليه، لأنه مش قادر ينساكم أنتم. هو في كل واحدة بيتعرف بيها يحس نفسه أنه غريب، أن الإنسانة دي غريبة عنه. ليه؟ لأنه هو التعود زي ما نشوف هنا، العيش هنا والفئران دول، وهنا يعني زي ما كان مطبخ، شايفين التفاح وكل حاجة، يعني حاجة مألوفة، حاجة فيها الأمان. فقطع الأمان ده أو ابتعاده عن الأمان ده مسبب له نوع من الرهبة، مش لاقيه في أي ست يدخل في علاقة معها. تمام؟ تمام. نشوف دلوقتي
طاقة العلاقة ما بينكم أصحاب المجموعة الأولى. سنضيف 3 أوراق للأوراق بتاعكم، نشوف طاقة العلاقة عاملة إزاي وبعدين نحلل الموضوع. طاقة العلاقة، قلتلكم الشخص ده مش قادر يخرجكم من دماغه، انتوا في دماغه الليل نهار وعنده طاقة. بصوا الانسان ده، الحبيب ده او الحبيبة دي، عندهم طاقة زعل رهيبة وطاقة غضب رهيبة، لكن في نفس الوقت وبنفس الشدة طاقة اشتياق ليكم. ليه؟ لانه خايف انكم تدخلوا في علاقة جديدة، خايف انه يجي حد يسرقكم منه، فهو لا قادر يصلح المشكلة اللي ما بينكم، ولا قادر يرجع، ولا قادر ما يرجعش، ويعني واقف ما بين حاجات بتدمره جوه، يعني عاملة دمار جواه. فغالبا الشخص ده، الحبيب ده، بيراقبكم، عامل لكم مراقبة. وانتم بطاقتكم في العلاقة هنا، انتم غالبا بتتكلموا مع حد مقرب ليكم، صديقة، أختكم، أو حد مقرب، بتحكوا له يعني اللي حصل في العلاقة، أو عاوزين تنسوا اللي حصل مع الحبيب ده مع حد مقرب ليكم، وربما البعض منكم 2% 3% عندكم صداقة جديدة مع جنس آخر. يعني أنت ست عندك صداقة جديدة مع رجل، أو إذا كنت أنت رجل بتتفرج عندك صداقة جديدة مع ست ما بتعرفهاش، فأنتوا بتحاولوا يعني باسم الصداقة تركزوا في الصداقة دي عشان ما تفكروش في الحبيب ده، لأن غالبا البعض منكم هنا انتم اللي انفصلتم من العلاقة دي. تمام. نيجي نشوف دلوقتي هل هو ندمان عليكم، ايه اللي حصل، ايه اللي مشاعره، نواياه، خطواته، هل هيكلمكم، هل هيعمل خطوة ويكلمكم. قلت لكم معظمكم هنا، يعني مش معظمكم، البعض منكم هنا انتم اللي سبتم العلاقة وخرجتم منها، او البعض منكم هنا قبل الانفصال ده انتم اديتوا كتير في العلاقة دي. هو كان يعمل لك، يعني بيعاملكم في العلاقة بالطريقة اللي انتم عاوزينها، لكن ليست بنية خالصة. هتقولي لي ازاي؟ كان بيعيش، يعني كان بيعمل او بيعمل عليكم دور، بيمثل عليكم نايت اوف وانتس، يمثل عليكم على انه في عنده رجوله وعنده نخوه وعنده غيره عليكم وكل حاجه. لان ليه؟ غالبا البعض منكم هنا كانت فيه the queen، هنا the king knight of wands، وهنا the queen of pentacle. بصوا الست دي جمالها وأناقتها، ويعني بصوا أغصان خارجة، يعني مزوقة الطرحة بتاعتها بالأغصان دي، وفيها براعم جديدة، وماسكة البنتكل في إيدها. بمعنى إن الشخص ده في الأول دخل العلاقة بطريقة مزيفة، بشخصية مزيفة، كان يوهمكم بأشياء أنتم كنتم بتدوروا عليها في الشخص ده. وغالبا من اول العلاقه انتم اللي اديتم اكتر، يا اما ساعدتوه ماديا، يا اما حسستوه بحبكم ليه فوق اللازم،
يا إما حصلت مشاكل ما بينكم، كنتم أنتم دايما اللي ترجعوا، أو أنتم اللي تغمضوا عينيكم على أخطاء عملها الشخص ده من قبل. لكن هو حاليا حاسس إنه ضيع من إيده فرصة، يعني بغباء بطريقة هبلة، وبيلوم نفسه كتير. بصوا ازاي انه ضيع من ايده فرصة ولا في الاحلام، لانه غالبا الشخص ده دلوقتي في حلم، في احلامه او في احساسه او في كلام قيل له انكم انتم تخطيتم الانفصال ده. لان غالبا شفنا في طاقة العلاقة انه الانسان ده الحبيب ده بيراقبكم كتير، وهو دلوقتي بيلوم نفسه. حصلت له زي نوع من الكارما، حصلت له نوع من انه وقع في شباك الفخ بتاعه اللي كان عامله ليكم انتم. هو في الاول العلاقه ما كانش عنده مشاعر من ناحيتكم، عشان اقولها لكم كده، ما مخبيش عليكم، ما كانش عنده مشاعر. لكن بعد الانفصال عرف قيمتكم، عرف قيمتكم، وعرف انكم انتم كنتوا صافيين، لكن هو كانت نيته خبيثة على إنه يمشيكم زي ما هو عاوز، يمشيكم على قواعده، يمشي العلاقة على قواعده هو. يعني يجب إنك تتأقلمي مع اللي هو عاوزه، مش أنت وهو تكونوا متكاملين مع بعضيكم. لا، هو كان عاوز من الأول إنه، يعني هو اللي بيمشي العلاقة يعني باللي هو عاوزه. مثلاً ما تخرجيش، ما تدخليش، ما تلبسيش، ما تعمليش، ما تطلعيش، ما تنزليش، تمام؟ فكان فاكر انه هو كان بالشكل ده يتغلب عليكم. عشان ليه؟ عشان ياخد المستوى اللي انتم فيه او اللي كنتم فيه انتم. حتى ولو ما كنتوش يعني اغنياء، او ما عندكمش، ما درستوش في الجامعة ولا حاجة، لكن ربنا ادالكم هيبة. هو كان النايت اوف وونتس، يعني زي ما نقول هنا فارس وهنا ملكه. مين اللي عندها هيبه؟ مين اللي عنده هيبه اكتر؟ الملكه عندها هيبه اكتر من الفارس، فالفارس هو ضمن شعب الملكه. فكان حاسس بنوع من النقص، ربما انتم ما حسستهوش النقص ده، لكن هو كان حاسس به النقص ده. او انتم ما كنتوش عارفين ان الشخص ده او الحبيب ده كان دايما بيقارن نفسه بيكم انتم، وحاسس نفسه انه دايما اصغر منكم، صغير منكم من ناحية الهيبة، الجمال، الاذواق، يعني ناحية المادة، الفلوس، الدراسة، كل حاجة. هو كده كان شايف. حتى ولو كان مديرك في الشغل، الشخص ده ما عندوش ثقة في نفسه، كان دايما بياخد دور البهلوان او المهرج عشان يعجب الناس ويضحك الناس من حواليه. ولربما في بداية العلاقة ما بينكم كان دايما بيضحكك بكلامه، بيحكي لك نكت، او بيبعت لك نكت، او بيبعت لك صور بتضحك، حاجات زي كده، وكنت فرحانة جدا بالحاجات دي اللي كان بيبعتها لك. الشخص ده بيتقمص شخصيات دول عشان ايه؟ عشان يغطي على نفسه وما يظهرش شخصيته الضعيفة دي. الشخص ده عاوز ياكل نفسه، وندمان ندم شديد جدا على انه سابكم تخرجوا من حياته. لان غالبا البعض منكم حاولتم من الرجوع، وهو ما رفعش البلوك، او هو ما ردش على رسائلكم ولا على مكالماتكم. في ندم شديد هنا. البعض منكم اكتشفتم انه في خيانه، فانتم اللي انسحبتم من العلاقه، مش هو اللي انسحب من العلاقه، للبعض منكم مش كلكم. فهو ندمان جدا، وعاوز يكلمكم، وعاوز يتواصل معاكم، او يجي لحد عندكم مثلا. ربما بتشتغلوا مع بعض، ربما يعرف مكان شغلك، مكان اللي بتروحي له دايما،
فعاوزين عاوز يجي لك او يبعت لك رساله او يبعت لك او يجيب لك هديه. فلحد دلوقتي مش عارف يعمل ايه، متلخبط في افكاره، متردد في ايه اللي هيقدر يعمله. لان غالبا هنا البعض منكم انتم من بلد وهو من بلد، الحبيب من بلد وانتم من بلد غالبا. عفوا، النايت اوف كابس مع 3 اوف كابس، غالبا الطرف التاني ده بتاعكم الحبيب عنده طرف تالت للبعض منكم مش كلكم، لان هنا في مشكله طرف تالت موضوعه في العلاقه. فعشان كده البعض منكم انتم اللي انسحبتم، رافضين انكم تدخلوا في علاقه ثلاثيه مش من مستواكم او مش من عاداتكم وتقاليدكم انكم تعيشوا يعني عيشه زي كده، او علاقه يعني بتمثل العلاقه دي. الحبيب ده بيعض سنانه، يعني بيعض اصابع ايديه بسنانه على الغلطه اللي غلطها معاكم، لانه يعني غالبا الشخص ده اتقلبت الموازين، انتم اصبحتم في طريق التشافي وقدرتم تسيطروا على الحزن ده والجراح دي. هو شاكك كده او حاسس كده، لكن هو لسه عنده خيبة امل وندم شديد ومش عارف يخرج من الحالة اللي هو فيها دلوقتي. هو واخد مصمم وواخد عهد على نفسه على انه يرجع في العلاقة، لكن متردد بأي طريقة يقدر يتواصل معاكم بيها. هل يكلمكم في الموبايل؟ هل يجي لعندكم؟ هل يبعت لكم رسالة؟ مش عارف يعمل ايه، متردد، عنده عدة افكار، عدة طرق يعني ازاي يتواصل معاكم، لكن عاوز يختار الطريقة الانسب اللي هتدفعكم على انكم تسمعوا له، لانه ندمان جدا. وغالبا الشخص ده حصلت عنده نوع من الكارما، حصلت عنده نوع من الكارما، ولا ربما عنده مشاكل مع الضرائب، او عنده مشكله بتخص اوراق حكوميه، مركز حكومي، مكتب حكومي، حاجه زي كده. وهو حاسس ان اللي بيحصل له ده سببه الدور المزيف اللي لعبوا عليكم عشان يستغلكم ماديا، او يستغلكم في مشاعركم، او يقضي بكم وقت في الاول، يعني في اول العلاقه. لكن هو دلوقتي ندمان ندم شديد جدا. ليه؟ زي ما قلت لكم في البعد عرف وتعرف على مشاعره من ناحيتكم. تمام. طب هيعمل ايه؟ هل هيتواصل معاكم؟ هل هيتواصل معاكم؟ مشاعره حاليا، هل سيتواصل معاكم وكيف سيتواصل معاكم؟ قلت لكم الشخص ده بيحبكم جدا، اصبح بيحبكم جدا، متعلق بكم لدرجه انه فيه نوع من التخاطر ما بينكم انتوا الاتنين. غالبا البعض منكم بقالكم مده من الانفصال ده، لكن في الايام الاخيره دي بداتم يعني تفتكروه، بدا يجي في بالكم، بداوا يعني تشوفوا احداث تفكركم بيه، ومش فاهمين ليه الطاقه دي موجوده حاليا رغم ان العلاقه بقالها مده يعني من اللي انفصلتم. بصوا، الشخص ده مش عارف يعمل ايه، خايف يتواصل معاكم بطريقة ترفضه، يقول لا ما اعملش كده، اعمل كده مثلا، يقول يمسك الموبايل كده مثلا، يقول ارفع البلوك او ابعت لها رسالة، يكتب الرسالة بعدين يمسحها ويحط الموبايل. ليه؟ خايف من ردة فعلكم. يقول لا بكرة هحاول أشوف هم رايحين فين، أو يشتغلوا يخرجوا على الساعة كم مثلا من الجامعة أو من الشغل، وحاول أستناها قدام الشغل.
يجي الوقت عشان يروح يعني يستناكي، بعدين يتراجع يقول لا ربما هتهزقني قدام أصدقائها أو زملائها في الشغل ومش عارف، يعني داخل في صراع داخلي ما بينه وما بين نفسه. والصراع ده اللي ما بينه وما بين نفسه الداخلي، اللي مش قادر يقف على قدم وساق كده عشان ياخد القرار ويتواصل معاكم، أصبح نوع من طاقة روحانية أو تواصل روحاني بيوصل لكم. عشان كده للبعض منكم بقالكم مدة ما فيش تواصل ما بينكم، ونسيتوا الشخص ده ربما، ودخلتم فضول، لكن بتحسوا يعني بيوصل لكم طاقة الشخص ده، بتحسوا بالطاقة دي. فالشخص ده شايف إنه الطريق للوصول إليكم صعبة جدا، شايف إن الطريق للوصول إليكم صعبة جدا، لأنه غالبا البعض منكم هنا شايفكم صعب المنال، وربما أنتم في علاقة توأم شعلة أني وأف، ويعني كنتم مع بعض ورجعتم مع بعض، بعدين انفصلتم بعدين رجعتم مع بعض. هو شايف أنه ربما عفوا أنتم استحملتم كتير في العلاقة دي، لكن آخر مرة قلتوله أنه رصيدك بدأ يخلص، إذا خرجت أنا من العلاقة مش هرجع لك. وهو ما كانش مصدق أنه بعد ما يعني يمر الزعل ده مش هترجعوا، لا كان فاكر انه خلاص يسيبكم كده تستريحوا وقت من شهر شهرين 3 أشهر 6 أشهر سنة، اصلا خلاص دي حاسبها كده ترتاحوا كذا وكذا وبعدين ادخل في حياتها مرة تانية. لان الشخص ده بيمر بمشاكل كبيرة جدا وغالبا عنده كارما بيمر عليها، لكن هيستعمل كل الطرق للوصول اليكم. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم الناين اوف كابس عاوز الطاقة الروحانية دي اللي توصل لكم من طاقته، عشان يعني يلين من قلبكم عشان تستقبلوا كل المشاعر دي اللي هي دلوقتي بتنبض في قلبه. وغالبا نايم بالليل بيعمل أحلام يسحب بيصرخ، أو يعمل كوابيس ويسحب يصرخ. ليه؟ لأنه الخضة دي إنه في حد هياخد مكانه، أو يلقاكم خلاص دخلتم في علاقة تانية. الشخص ده عرف قيمتكم بسبب الكارما اللي هو بيمر بيها، لأنه هو حاسس إن اللي بيحصل له ده سبب ظلمه ليكم. فالشخص ده الحبيب ده هيعمل كل اللي هو في يعني في مقداره يعمله، هيعمله عشان يوصل لكم، وهيوصل لكم. تمام؟ تمام. طب لما يرجع لكم هيقول لكم ايه؟ الفايف اوف وانتس. الشخص ده بصوا زي ما قلت لكم في الاول كان زي البهلوان، بصوا كده الحراس هنا واقفين ودول بيلعبوا قدامهم عشان يلهوهم، عشان يعني يلهوهم في ما يشوفوش اللي هيحصل من الورا. فالشخص ده هيجس النبض بتاعكم اهو، الايس اوف وانتس. الشخص ده هياخد قرار على انه يجس النبض بتاعكم، يا اما يشتري لكم هديه من ذهب زي ما نشوف التاج ده، عاوز ياخد التاج ده باي طريقه. هو غالبا في الاول هيراقبكم ويشوف يجس النبض العلاقة انتم فين بتعملوا ايه. بصوا the four of pentacle و the seven of pentacle، the four of pentacle و seven of pentacle. الشخص ده بصوا الصقر ده عنده تاج لكن مغمض العينين وماسك البنتكل. الشخص ده زي ما قلت لكم استغلكم ماديا ومش عارف ازاي يوريكم وشه، مكسوف منكم لانه مش عارف ازاي يعوضكم التضحيات اللي عملتوها انتم في العلاقة. فهو هيحاول عشان يوصل ليكم يعمل نوع من التمويه،
هتقولي لي ازاي؟ هيراقبكم، هيشوفكم انتوا بتعملوا ايه، بتخرجوا تعملوا ايه، بتشتروا ايه، يفتكر اذواقكم، انتم كنتم بتكلموه على ايه كهدايا بتحبوها. فالشخص ده هيعمل نوع من استراتيجية او نوع من الطريقة اللي هيقدر يوصل لكم بيها ويعوضكم على كل التعب والتضحيات اللي ضحيتوها في العلاقة دي، ولربما هيبعت لكم مبلغ من المال او هدية من ذهب، او يبعت لكم شخص، او يعني يجي مباشرة للبيت ويتقدم لكم اذا كنتم في علاقة عاطفية، واذا كنتم متجوزين ومنفصلين قبل الطلاق هيحاول انه يرجع العلاقة، يعني يرجع العلاقة الزوجية. والبعض منكم حتى ولو كنتم مطلقين، الشخص ده حتى ولو بقالكم سنتين سنة 3 سنين متطلقين، الشخص ده هيفكر على انه يرجع يعني يتقدم لكم مرة تانية بشخصيته الحقيقية دي، لكن هيكون متلاعب شوية بس في طريقة التواصل معكم. تمام؟ تمام. نشوف دلوقتي ما هي أهم الأبراج اللي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الميزان، برج الثور، وبرج الدلو. 80% برج القوس، برج الجوزاء، وبرج الحوت. 60% برج الأسد، برج العقرب، وبرج السرطان. أما المتبقية 50% برج العذراء، برج الحمل، وبرج عفوا برج الجدي وبرج الحمل. 50%. ما تنسوش بعد الفيديو ده، يوميا عندنا بث مباشر على الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر، الساعة 11 بتوقيت السعودية، بث مباشر نطرح يعني نجاوب على بعض الأسئلة، وفيه يعني فقرة نسميها دردشة، نتكلم على فيها على ثقافة عامة في موضوع يهمكم. نيجي هنا أو نعمل توقعات الأبراج للي هم عاوزين. مجموعة ثانية الأحرف دي أو اختيار البيضة البيضوية دي على حسب ما يظهر لكم في الشاشة. أول حاجة هنعملها زي ما عملنا مع أصحاب المجموعة الأولى، هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم، طاقة العلاقة، وبعدين نحلل الموضوع في إيه. يلا طاقتكم. طاقتكم انتم وطاقة الحبيب. طاقتكم انتم نوع من الندم، نوع من جذب الذات، بتراجعوا نفسكم وتقولوا ايه اللي هببته انا في العلاقة، بتقولوا ليه انا اديت كل ده في العلاقة وفي الاخر اترميت بالرمية دي، اتعاملت يعني عمل بيا بالشكل ده. غالبا انتم ناس رومانسيين جدا، وناس بتحبوا التضامن، بتحبوا تساعدوا الناس، قلبكم طيب، ودلوقتي يعني انتم مش بتلوموا الحبيب، انتم بتلوموا نفسكم ليه اديتوا للحبيب ده قيمة فوق قيمته، اكتر من قيمته. فعندكم نوع من تأنيب الضمير على نفسكم، حزن على نفسكم، حزن على اللي قدمته كله في العلاقة دي، مش قادرين تفهموا. ليه الحبيب ده ما قدرش كل اللي عملته معاه في العلاقة دي؟ ليه ما قدرش كل ده؟ فغالبا انتم بتحلموا بالانفصال ده، انتم عديتم الانفصال ده، لكن جواكم لسه فيه
تعلق بحاجة انتم لحد دلوقتي مش فاهمين ليه انتم متعلقين بالشخص ده، ليه لحد دلوقتي مش قادرين تنسوا الانسان ده رغم كل اللي حصل. البعض منكم هنا انتم شاكين انه اللي حصل في العلاقة دي سببه اسحار وتدخل اطراف، يا اما من عيلتكم يا اما من عيلة الحبيب ده، لان ربما البعض منكم هنا عايشين علاقة ثلاثية مش علاقة عادية. طاقة الحبيب هنا غالبا الحبيب ده دلوقتي شفتوا انتم عندكم تأنيب الضمير، الحبيب ده كمان عنده تأنيب ضمير، لان البعض منكم هنا فيه عيال ما بينكم، وغالبا الحبيب ده عنده عيل عنده يعني عندكم عيال ما بينكم، او في عيل او طفلة او طفل ما بينكم، وغالبا الحبيب هنا يمكن تكون الطاقة يعني معكوسة، اللي بقوله على الحبيب هو طاقتكم انتم، واللي بقوله على طاقتكم هو طاقة الحبيب، تقدر تكون القراءة عكسية تمام، لان هنا الحبيب مركز جدا في حاجة ما بينكم تربط ما بينكم. اقول لكم يا اما انتم عملتم معاه معروف مش قادر ينساه وبيلوم في نفسه، ازاي انا كنت ندل كده، ازاي انا كنت جبان للشكل ده، ازاي انا اتصرفت بالشكل ده، انا رخيص، انا كذا، انا كذا، انا كذا. ليه؟ لانه هو حاسس انه ما شافش الا خير الخير معاكم، ما شافش الا الخير معاكم، كل اللي كنتم بتتمنوه، كل اللي كان ما هو بيتمناه الحبيب ده كنتم انتم بتدهوله، كان من غير ما يتكلم بتقفوا معاه بتسندوه، وهو شايف انه خسر حاجة كانت هي المحرك الرئيسي في حياته، حس بوجودكم او بمكانتكم بعد الانفصال، يعني اثر وجودكم في حياته حس به بعد الانفصال الاخير ده تمام تمام فهو افتقد تساؤلات زيكم. نشوف دلوقتي طاقة العلاقة ما بينكم عاملة ازاي. يلا نشوف طاقة العلاقة. طاقة العلاقة ما بينكم بصوا انتم اخر بداية القراءة بتاعت الطاقة، وهو اخر القراءة بتاعت الطاقة. غالبا انتم زعلانين زي ما قلت لكم على نفسكم، زي ما لو اقول لكم 80-70% منكم انتم اللي اخدتم القرار في الابتعاد، انتم اللي عملتوا بلوك، انتم اللي رميتوا كل حاجة ورا ظهركم، لانه تعبتم من الغموض اللي كنتم عايشينه، وغالبا البعض منكم في حاجات كانت مستخبية عليكم أظهرها لكم ربنا. ليه؟ لأنكم أنتم ناس روحانيين عندكم طاقة روحانية وعندكم روحانيات واقفين معاكم، هي اللي كشفت ليكم حقيقة الأمور أو اللي كان مخبيه الحبيب ده. زي ما احنا بنعرف إنه البئر داخل البئر لما نطل فيه كده أو نبص فيه في الداخل مش هنقدر نعرف إذا المية كويسة مش كويسة، نشوف ضلمة بس، لكن لما يخرج الدلو او الجردل من البئر لبره نقدر نشوف الميه اذا كانت صافيه، اذا فيها تراب، اذا ملوثه مش ملوثه، اذا اصلا فيه ميه ولا ما فيهش. فهنا انتم مؤخرا اكتشفتم حاجات كانت مستخبيه بيعملها الحبيب ده، هنشوف بعدين الحاجات دي ايه هي.
فالحبيب ده غالبا انتم ربما بتطلبوا الطلاق للبعض منكم والحبيب رافض انه يطلق، لكن البعض منكم هو عاوز يطلق وانتم عاوزين تتطلقوا لكن عاوزين حقكم منه. طاقات كتيرة هنا وطاقات قوية جدا، لان هنا فيه ندم من عند الحبيب وعاوز يتواصل معاكم عشان يعني تفهموا اللي حصل او تسامحوه على اللي حصل، بس مش عارف ازاي يوصل لكم. عاوز هو بيفكر على الفكرة الرئيسية او فكرة يعني تدفعكم على انكم تسمعوا له، على انكم ترجعوا لكن من غير ما تتكلموا على الحاجات اللي عرفتوها مؤخرا. فالحبيب هنا ما عندوش وش يقابلكم بيه. تمام تمام عشان ما نطولش نشوف حيثيات الموضوع ده وفي ايه حصل ايه. هل هو عاوز يرجع؟ احنا شفنا انه ندمان. حيثيات العلاقة الانفصال ده، وهل هو عاوز يرجع وايه اللي حصل؟ بحبكم، وغالبا انتم توأم شعلة او توأم روح للبعض منكم. الشخص ده بيحبكم وعاوز يرجع لكم ويقدم لكم تعويض على اللي راح. اهو قلت لكم، وغالبا في طاقة تخاطر ما بينكم، طاقة تخاطر رهيبة جدا. قلت لكم ما عندوش وش يقابلكم بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ لا طاقة رهيبة هنا. فهمت الموضوع في إيه؟ بصوا هنا، حصلت خيانة وفقدان ثقة منكم انتم، مش انتم اللي خنتم. هنا الحبيب خان العهد اللي كان ما بينكم، وغالبا كنتم متجوزين او انتم متجوزين للبعض منكم. الشخص ده خان الامانة، مش خانكم مرة مش اتنين، لكن خان حاجات كتيرة وخانكم عدة مرات. عندنا النايت اوف كابس وعندنا الكوين اوف كابس. الكوين اوف كابس ادت بصوا الكوين اوف كابس هنا شالت الكابس اللي هو انتم اللي اديتوا كل الحب وضحيتوا بحاجات في العلاقة دي، لكن هو الحبيب هنا كان عامل عليكم دون جوان زمانه، يعني ما فيش حد أجمل منه، انتم انت ملكة وهو النايت محارب بس أو فارس بس. يعني بصي انت عملتي ايه، ضحيتي عشان تدي الحب ده، ضحيتي بحاجات كتيرة. بصوا هنا الجو بره ازاي فيه ضلمة لكن شمس الفجر طالعة. غالبا انتم ساعدتم الحبيب ده في حاجات كتيرة في حياته وضحيتوا بحاجات كتيرة من حاجاتكم، لكن الشخص ده ما ضحاش بولا حاجة، كان مستنيكم عفوا انكم انتم اللي تضحوا، كنتوا انتم دايما اللي تضحوا، هو ما كانش بيضحي، هو كان بيضحك عليكم بكلمة ولا اتنين، برومانسية مزيفة، بانجذاب مزيف، بكلمات حب مزيفة، رغم انه كان بيحبكم. هتقولي لي ازاي كان بيحبني وبعدين تقولي كلمات مزيفة؟ انا اقدر احب حد، بس شدة الحب ده هل هي كافية على اني اقدر اضحي؟ لا. فانتم حبكم كان اكبر للحبيب ده من حبه هو ليكم، فانتم ضحيتوا لكن هو ما كانش بيضحي، هو بالعكس كان بيخون، هو بالعكس كان بيخونكم انتم، كان بيخون. والخيانة دي
كان كل مرة يقلب عليكم الترابيزة كل ما تواجهوه، يقلب عليكم الترابيزة ويروح ويسيبكم. كنتوا في علاقة أون وأوف كتيرة هنا، وغالبا يسيبكم من غير ما يقول لكم، ما يديلكم أجوبة على تساؤلاتكم. دايما يستخبى تحت الترابيزة، يسيب الوقت يفوت يمر كده عشان تنسوا، وبعدين عشان لما يرجع مش هتحاسبوه. لكن المرة دي في حاجة عملها، خيانات عملهم، معلومات جاتكم، مسكتم عليه إثباتات أو أدلة، أصبح مدان ليكم أو أنتم مدينين ليه، أو مش عارفة إزاي بيقولها، يعني أنتم أصبح هو حاسس إنه لا تقدروا من هنا لبك، يعني ما لا تقدروا مستقبلا تعملوا فيه ثقة، ولا تقدروا تحبوه مرة تانية، ولا تقدروا تعملوا فيه ثقة إنه مش هيخونكم، ولا تقدروا تساعدوه. يعني شايف إنه خلص، خلص كل الفرص اللي اديتوها له، خلص كل الفرص اللي اديتوها لي، اللي اديتوها له عفوا، ومش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه. وانتم كان عندكم احساس من الاول، كان عندكم احساس بالخيانة، ان الانسان ده خاين. وغالبا البعض منكم انتم عايشين في علاقة معقدة. بصوا الراجل ده ازاي نايم والساعة الرملية زي دي، اهي زي دي، اهي الرمل بينزل، يعني الوقت بيمر وهو يستنى. خيانة، وانتم قاعدين ماسكين السيف وتترقبون بالغراب الاسود هنا اللي في الشباك، لان الغراب الاسود او الغراب عفوا عامة عنده ميزة، بيحب كل حاجة تلمع. مثلا لو احط ساعتي كده في اي غابة فيها غربان كده، هيجي غراب يسرقها، بيحب كل حاجة تلمع. فانتم كان عندكم احساس من الاول ان الانسان ده داخل بطمع، قاعد معاكم بطمع، يا اما طمع يعني طمع مادي، يا اما طمع لكتر حبكم فيه بتعملوا كل حاجة، صابرين عليه، بتضحوا عشانه، طمع في كل حاجة عندكم. لكن هو دلوقتي ندمان، ندم شديد جدا، ومش عارف ازاي يتحرك. اقول لكم عنده حد من اهله مريض، امه مريضة، ابوه مريض، او هو بقى حد ذاته مريض، هيعملوا عملية جراحية او عملوا عملية جراحية، ومش عارف يعمل ايه. زي ما نشوف احنا ده هيروفانت، عاوز حل، مش عارف الحل ده هيعمله ازاي، لانه مش قادر يوريكم وشه، بس هو عاوز يرجع لكم مرة واحدة، مرة تانية، عاوز ترجعوا مع بعض مرة تانية، لكن ما عندوش الوش اللي هيقابلكم بيه، لانه ياما اذاكم في الماضي، خيانات في خيانات في خيانات، فعارف انه ما عندكمش ثقة فيه. خلاص أخدتم الدرس، زي ما هو أخد الدرس من اللي حصل، أنتم أخدتم الدرس من اللي حصل، والنتيجة بتاعتكم أنتوا الاتنين متضادة أو متوازية، مش هتتلاقوا مع بعض. نتيجتكم أنتم أنكم مش هتقدروا تعملوا فيه ثقة، والدرس اللي أخده هو أنه أنتم ناس طيبين، ولاد أصول، بنات أصول، مش ما كانش لازم يتعامل معاكم بالشكل اللي اتعامل معاكم بيه، لكن بعد متى؟ بعد فوات الاوان. يعني حتى ويرجع يعبر لكم على حبه ولا على ندمه، الشخص ده هو عارف انكم انتم كمان اخدتم درس مش هتقدروا تعملوا فيه ثقه مره تانية، لانه حقيقه الحبيب ده يعني خرب كل حاجة، خرب كل الأمال، ما فيش حاجة سابها طبيعية عشان الواحد يقدر يصلح. طب هل مشاعره حقيقية في الندم ده؟ وهل سيعمل خطوة ويرجع لكم؟ The Hermit.
كارت برج الأسد. The King of Cups. بصوا ال King of Cups، انتم كنتم ال Queen of Cups وهو كان Knight of Cups، لكن هو هيصبح زيكم في نفس المستوى في العطاء وفي الحب، والشخص ده مش هيرجع دلوقتي. او ال King of Pentacles، ال Page of Cups. غالبا بصوا الشخص ده هيتحدى الشخص ده. بصوا من الدروس اللي أخدها، من كتر الدروس اللي أخدها والضربات اللي أخدها، هو دلوقتي هيفكر بحكمة إزاي هيقدر يرجع لحياتكم بشكل إنه يقدر يتحكم في غضبكم أو في ردة فعلكم، عشان يبرهن لكم انه بيحبكم حقيقة المرة دي، ويا اما هيرجع لكم فلوسكم، يا اما هيقترح عليكم انكم تعملوا مشروع مع بعض، او الشخص ده بحد ذاته انتم في بلد هو في بلد هيرجع لكم زي ما نشوف الطائرة هنا، او انتم يعني يا اما هيقول لكم يبعت لكم تذكرة او حاجة زي كده عشان تروحوا لعنده، تطلعوا لعنده للبلد اللي هو فيها، او هو هيجي يسافر لكم. وغالبا زي ما انتم على قنوات الترو، الشخص ده كمان بيدور على حد يساعده ويديله حل عشان يتخطى الصعاب اللي هي هتواجهه للوصول ليكم، لان الشخص ده دلوقتي بيحبكم جدا، بيحبكم جدا ومشتاق ليكم جدا وعاوز يوصل لكم باي طريقه. بصوا هيتحدى، بصوا هل العجله بتمشي في الميه؟ ده حدي. هيتحدى كل قواعد أو قوانين الطبيعة عشان يوصل لكم. وغالبا عفوا The Ten of Wands، غالبا يا إما أنتم يا إما الشخص ده مريتوا بمرحلة صعبة أنتوا الاتنين، فالتحديات اللي عنده بصوا هيتجاوزها كلها ويوصل ليكم، وهيخترع عليكم علاقة جديدة على أساس متين زي ما أنتم طلبتم في الأول، أو زي ما كنتم أنتم تلقائيا من الأول اديتوا الحب ده، وعنده أمل في الرجوع إن شاء الله، وربنا يفرح قلبكم. هنشوف دلوقتي ما هي الأبراج اللي ترتبط أو تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الجدي، برج الحمل، وبرج السرطان. 80% برج الثور، برج العذراء، وبرج الميزان. 60% برج الأسد، برج العقرب، وبرج الحوت. 50% برج الدلو، برج القوس، وبرج الجوزاء. ما تنسوش عندنا بث مباشر يوميا على الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر، 11 بتوقيت السعودية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.